الدين وصانا بالأيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول من يكفى الحقوق اليتامى أنا معاه في جنة الله كهاتين. يا من زرع في خافقه حب الأيتام خلى لهم في مهجة الصدر قيمة وصية وصى بها دين الإسلام تطمح لها كل النفوس العظيمة. أبشرك يا كافل حقوق اليتيم أبشرك يا صاحب القلب الرحيم إنك تنال برحمة الله منزلة ما نالها إلا كل ذي حظ عظيم. الدين وصانا بالأيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول يكفى الحقوق اليتامى أنا معاه في جنة الله كهاتين. بشرى لمن يلهم محبتهم الهام طوبى لكم يا أهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دم على يتام يرحمه من يحيي العظام الرميمة. أبشرك يا كافل حقوق اليتيم أبشرك يا صاحب القلب الرحيم إنك تنال برحمة الله منزلة ما نالها إلا كل ذي حظ عظيم. الدين وصانا بالأيتام ياما وتشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول من يكفل حقوق اليتامى أنا معاه بجنة الله كهاتين. يا من زرع في خافق حب الأيتام وخلالهم في مهجة الصدر قيمة وصية وصابها دين الإسلام تطمح لها كل النفوس العظيمة. بشرى لمن يلهم محبتهم الهام وطوبى لكم يا أهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دمع الأيتام يرحمه من يحيي العظام الرميمة. أبشرك يا كافل حقوق اليتيم أبشرك يا صاحب القلب الرحيم إنك تنال برحمة الله منزلة ما نال هلا كل ذي حظ عظيم ما نال هلا كل ذي حظ عظيم.